لا يروح ويجي، خلي يبقى بالدار. بيرو حزازير مع مروة المظفر. مساء الخير، مساء الورد والياسمين لكل متابعينا الأحبة، وحلقة جديدة من برنامج الأسبوعي بير وحزازير. تحياتنا لكل اللي انضم لنا جديد ببرنامج بير وحزازير. رح أحكي لكم الفكرة، فكرة البرنامج بصورة سريعة. بهذا البير أكو شي، بهذا البير أكو شي، هو رح يقول لكم حتى يعرف عن نفسه أو حتى يساعدكم وتعرفونه. يقول لكم الشي اللي بداخل البير مشلب بيهم ماهدهم ومقدر على فرقتهم، أخسر عمري وحياتي بس تبعدوني عنهم. تمام، هذا الشيء اللي بداخل البير هو اللي دا يحكي هذا الكلام، مكلب بيهم وماهدهم وما اقدر على فرقتهم، اخسر عمري وحياتي بس تبعدوني عنهم. تمام، هذه الحزورة باقيه ويانا، كانت الاسبوع الماضي. اليوم اذا ما حليتوها احنا راح نحلها، لكن اطمئنوا حتما هناك فائز لي ببرنامج بير وحزازير. إذا ما جاوبتوا على اللغز بإمكانكم أنه أو أي شخص اتصل بينا على الهواء مباشرة، حتى اللي انقطع الاتصال وياه ومظهر ويانا على الهواء راح يكون ويانا بالقرعة لنجريها بنهاية البرنامج في حال إذا ما جاوبتوا الحزورة. أما إذا جاوبتوها فأكيد أكو جائزة مقدمة من قناة الفلوجة الفضائية. تحياتنا لكل المشاهدين الأحبة، خلي أشارك بيرو حزازير على صفحتي على الفيس. تمام، انتظر الآن اتصالاتكم على أرقام هواتفنا أسفل الشاشة. أيضاً بإمكانكم تسألون وسائل مساعدة لكل المشاهدين، بإمكانكم تسألون البير سؤالين، تسألون البير سؤالين رح يجاوبكم بإي أو لا. تمام؟ البير حيجاوبكم إي أو لا. مثلاً تقولون هذا الشيء اللي بداخل البير هل هو يستخدم بالبيت؟ حيجاوبكم بإي أو لا. هل هو بحديد مثلاً؟ حيجاوبكم بإي أو لا. تمام، من حقكم سؤالين تسألون البير سؤالين فقط. تحياتي لكل مشاهدينا الأحبة، بيرو حزازير وكل هذه الحزورات الجميلة هي من إعداد إسراء الشيخلي، تحياتنا إلها، ومخرجنا أكيد علي البحري. تحياتي للجميع، وتعليقاتكم من هسه أقولكم التعليقات ما تدخلوا يانا لا للقرعة ولا أقدر أذكر إجاباتكم عليها، أو يعني حتى لو الإجابة صحيحة ما راح تفوزون ويانا. تمام؟ اتصلوا ويانا. أول اتصال قحطان من كركوك. أهلا يا قحطان، شلون شفتي مروة؟ أهلا وسهلا، مساء الورد. الله يسلمك. أعتقد هذا القاعدة مال الشمعة، قاعدة الشمعة هي المتحركة مثلا. طيب نسأل البير، ما موجودة في الشرحية حياتي. نسأل البير، هسه ثبتت قاعدة الشمعة؟ أوكي قحطان، نعم قاعدة مالي. تمام، خلي نسأل البير هل فعلا القاعدة أم لا. لا ما موجود. لا ما موجود. تحياتنا لك يا قحطان. ويانا رحمن. أهلا يا رحمن من ديالة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ أنا زينة وراح أصير كلش زينة إذا نصيت لي صوت التلفزيون للأخير. هاي نصيت رحمة الوالدة. تسلم لي، شكرا. أي رحمن؟ تتمرور. عيني. من ذا كتبت لحد الآن الغالي اعترض دور جواب ما لقيته. إن شاء الله تلقى الجواب هسه، إن شاء الله. هذا ما يشتغل على الكهرباء قلنا؟ هذا السؤال للبير، يشتغل على الكهرباء لو لا يا بير؟ لا لا، دا يقول لا. هذا الشيء بي باتري بير؟ لا لا، اشو لا مالت البير مدى اسمعها اني بحري. اوكي رحمن، اي بي باتري؟ لا قلنا لا. والله انا محدد الساعه. ساعة؟ يعني قلنا هي لا على الباتري ولا كهرباء، فلازم تعطيني إجابة ثانية. مقربة. طيب نسأل البير. لا
لا ما موجود مع الأسف. تحياتنا لك يا رحمن، شكرا جزيلا لاتصالك. تحياتي للجميع. نشوف التعليقات اللي موجودة ويانا. تحياتنا لكل المتابعين بقناة الفلوجة الفضائية. أحمد العراقي مساء الخير والسعادة، مو كل التعليقات أقدر أقراها، مرات تعليقات تروح مو بيدي. خالد ستار، هلا بالغالي استمر وأهلا بيك. ويانا رياض، أهلا يا رياض من الموصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أعتقد مفاتيح البيت أو سويتش السيارة. لا اعطيني وحدة، مفاتيح البيت لو سويتش السيارة. سويتش السيارة. طيب نسأل البير. لا ما موجود. تحياتنا لك يا وردة يا رياض. أيضا نقرأ تعليقات. محمد كريم العيساوي مساء الخير ست مروة والقناة الفلوجة. هاني السلام عليكم ست مروة، شلونك؟ سلمينا على المخرج، المخرج ده يسمع أكيد، وتحياته إلك. خالدة محمد منورة. باسم السيد، السيد أنارتي القناة والله شكرا. شهد علي مساء الخير يا شهودة. أحمد العراقي مساء الخير والسعادة منورة ست مروة، تحياتي للكادر. شكرا يا أحمد، تحياتنا إلك. شموسة منورة، شكرا جزيلا شموسة. خالد ستار، عمي أبو أحمد يسلم عليك ويشكر قناة الفلوجة، يقول ربحت وياكم. تحياتنا إلك، بس ما استلمت أي شيء. خالد ستار، كل اللي ربحوا ويانا استلموا، لكن نريد تصير مجموعة، يعني مو كل أسبوع راح ننطي الجائزة مباشرة، تصير مجموعة كاملة وخلال شهر راح تكون الجوائز مرة واحدة تستلموها جميعا. أحمد الوديع البازي الجواب كذا. أيضا خالدة محمد، تحية لكل الكادر الرائع شكرا. وردة الأمل، تحياتي لك وإلى ست إسراء، أحلى برنامج مميز والتوفيق. ويانا اتصال ياسر من الديالة، أهلا يا ياسر. قطع الاتصال يا ياسر، عاود الاتصال مرة أخرى. ياسر يعني هسه مثلا حتى لو ما اتصل بينا راح يدخل ويانا للقرعة، ما اتصل بينا مرة ثانية يعني راح يدخل ويانا للقرعة. تحياتنا يا ياسر. أيضا كافي جروح تعذبت يقول مساء الخير، شلون ست مروة مساء الأنوار. طلال مساء الورد، مراوي منورة والجواب كذا. الجواب كذا صدق كاتب كذا مو. تحياتنا يا طلال. تحياتي لكل مشاهدينا الأحبة. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا. نسيت اسمك، اكتب اسمك اللي اسمه اسم موبايل. عامر من الأنبار، أهلا يا عامر. نصولي صوت التلفزيون للأخير. مساء الورد عامر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زحمة يعني أقول هذا اللي يسوون فيه الأحذية من جوا يعني. شنو؟ هالي يلبسون فيه الأحذية. يلبسون فيه الأحذية. مو؟ من جوا. الحذاء في مثل الحديد. طيب. يعني. أي. نسأل البير كرته. لا ما موجود. تحياتنا لك يا عامر، تحياتنا لكل أهلنا بالأنبار. أيضا هاني اليوم طالع وردة جورية شكرا. أم مهدي مساء الحب منورة الدنيا كلها مروش، إطلالة جميلة تسلمين. شلون مروة أني هيا وهلا، أهلا وسهلا. رائد البازي جواب كذا. أني هيا ست مروة وأنت منورة البرنامج أنت والباقي، شكرا جزيلا. خالدة محمد تحياتنا. أيضا هيا ست مروة الغالية، تحياتنا يا هيا. كافي جروح تعذبت حبيبتي مراوي منورة الكون في ديتك، شكرا جزيلا. الحزورة مالتنا اكو شي بداخل البير يقول لكم مشلب بيهم ماهدهم وما اقدر على فرقتهم، اخسر عمري وحياتي بس تبعدوني عنهم. تمام، ركزوا بكل كلمة، شنو الشيء اللي يقول اني مشلب بيهم وماهدهم وما اقدر ابد على فرقتهم، اخسر عمري وحياتي بس تبعدوني عنهم. ركزتوا؟ شيء موجود بداخل البير ده يقول لكم على لسانه، يقول أنا مشلب بيهم وماهدهم وما أقدر على فرقتهم، راح أخسر عمري وحياتي بس تبعدوني عنهم. شنو الشيء اللي يكون مشلب بصاحبة جدا؟ أبو بارق. نعم. أهلا يا أبو بارق. الماي. المي. تمام، نسأل البير. لا
لا ما موجود. تحياتنا يا أبو بارق، شكرا لاتصالك. ركزوا بكل كلمة موجودة وليدي يقولكم عليها الشيء اللي موجود بداخل البيرة، متشلب بيهم وماهدهم ومقدر على فرقتهم، أخسر عمري وحياتي بس تبعدوني عنهم. أرقام هواتفنا أسفل الشاشة. أيضا سلمينا على غفران لأن جاي شنو الدحك التلفزيون، يعني تباوع التلفزيون. اوكي تمام، الله على لهجاتنا الحلوة المختلفة وصافنا. اوكي هاني هيا لهجة بحري تكريت، الغربية كلهم دحد. اوكي هاني اللهم لا حسد طلع شخصيا اليوم، شكرا جزيلا، كنت مو شخصيه قلت. شكرا يا هاني. ابو عباس ورده شكرا. ايضا طلال يقول هذا كورونا، اوف الله يبعدنا. ايمن القيسي تحيه لعمي ابو جمال، تحياتنا لك يا ايمن. ابو هادي عبد الهادي. منو؟ عبد الهادي. اهلا يا عبد الهادي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هذا الشيء بي حديد؟ يا بير هذا الشيء بي حديد؟ لا لا. لك سؤال بعد. بي قماش؟ شلون؟ قماش بي. بي شنو؟ متى أسمع؟ قماش؟ ايه قماش بي قماش. لا نقدر نقول التركيه شنية؟ تراتشي. ايه تراتشي. طيب نسأل البير. عبد الهادي من كركوك يقول التراتشي. لا ما موجود. تحياتنا لك يا عبد الهادي. ويانا ايضا مجموعة المسجات. محمد العراقي تحياتنا. الدلو، عوفوا الدلو، انسوا الدلو وانسوا المي، تمام؟ انسوا الدلو وانسوا المي. بهذا الدلو اللي موجود بداخل البير اكو شيء، تمام؟ انسوا لي الدلو. ابو مروة العامري السلام عليكم، ست مشتاقين صوتك الجميل. شكرا ابو مروة، تحياتي لحضرتك. ست مروة اني هيا سلمينا على الكادر يوصل. هاني اصير مشرف على البث. حازم جريزي السلام عليكم. وعليكم السلام صاحب صاحبي. السلام عليكم، تحياتي لك والى ست اسراء الشيخلي، وتحياتي الى من اللي يقول لا ما موجود. البير قصدك. من ويانا؟ عمار. عمار اهلا بك يا عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا عمار، تحياتنا لكل أهلنا بالفلوجة. أول مرة أنا أشترك فيها. إن شاء الله دائما نسمع صوتك يا عمار. ممكن المغناطيس. شنو؟ المغناطيس. مغناطيس؟ إيه ما إيه. طيب نسأل البير. لا ما موجود. تحياتنا لك يا وردة. مشاهدينا الأحبة دائما نقول، ومو بس برنامجي ومو بس آني، كل المقدمات بكل العالم يقولوا لكم نص وصوت التلفزيون للأخير، واسمعونا فقط من الهاتف، تمام؟ اسمعونا فقط من الهاتف نص وصوت التلفزيون، لا سمعون صوتكم، ندري صوتكم حلو حابين تسمعوا بس لا تسمعون صوتكم، لأنه دا يصير عندنا صدى بصعوبة أسمع أصواتكم. تحياتي للجميع. أيضا أسيل كاظم، ممكن أعرف ما هي الجائزة؟ جائزة مالية يا أسيل، من تفوزين إن شاء الله راح تعرفيها. عبد الوهاب محمد منورة ست مروة الوردة شكرا جزيلا. ثابت الجنابي السلام عليكم، الاسم هو الجواب. اسم هو الجواب. هادي من ديالة. أهلا يا هادي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال، يستخدمون النساء والرجال والأطفال؟ يستخدمون النساء والرجال والأطفال؟ إيه. مقطاطة مع القلم؟ المقطاطة. تمام، نسأل البير. لا
ما موجود. تحياتنا لك يا وردة، متواصل معكم في برنامجنا بير وحزازير. أكو شي بداخل البير يقول لكم مشلب بيهم وماهدهم وما أقدر على فرقتهم، أخسر عمري وحياتي بس تبعدوني عنهم. تمام؟ أيضا شهد علي منورة حياتي، شكرا جزيلا. خالد ستارس مروة خارج البير، آسفة يعني هاي الأسئلة أيضا الأسئلة اللي تسألوها لازم تسألوها للبير عبر الاتصال مو عبر المسجات. علي عماد المحمدي مساء الخير ست مروة. محمد كريم ست مروة صراحة راسي قام يوجعني وما عرفت الجواب بس أعتقد كذا. تحياتنا لك يا محمد، سلامة راسك يا رب. علي العراقي تحياتنا لك. وائل القيسي نورتي ست مروة الله يحفظكم شكرا. أيضا حازم كريزي تحياتنا لحضرتك. ناصر ست مروة هذا الشيء موجود كذا. أيضا الأسئلة لا تذكروها بالتعليقات، تذكروها عبر الهاتف للبير. صفاء الجميلي مساء الورد ست مروة مساء الأنوار. تحياتنا للجميع، انتظر اتصالاتكم على أرقام هواتفنا أسفل الشاشة. ويانا أبو محمد من السليمانية، أم محمد من السليمانية. أهلا يا أم محمد. أهلا ست مروة شلونك؟ مساء الورد. شلون صحتك؟ الحمد لله أنا بخير تسلمي لي. ست مروة أقول المناظر. شنية؟ المناظر النظارات. ايه. طيب نسأل البير وأم محمد تقول النظارة. لا ما موجود. تحياتنا لك يا أم محمد، تحياتنا لكل أهلنا الطيبين بالسليمانية. آمنة الرحمن تحياتي مروة الجواب كذا. أحمد سنجار نورتي يا غالية شكرا. أنور الدليمي تحياتنا إلك. كارم محمود مساء النور ست مروة. نور الشموس هلا هلا بيك يا نور الشموس. أبو عمار مساء الخير والسعادة مساء الأنوار. عمر الدليمي منورة ست مروة شكرا. ست مروة إذا رحتوا فاصل شغلوا أغنية هلا يرباي ويرباي. أبو شهد من بغداد أهلا يا أبو شهد. شنو؟ أم شهد. أنا ليش أقول أبو؟ أم شهد. مساء الخير عليك ست مروة شلونك؟ أهلا مساء الورد يا أم شهد. حبيبتي. هذا شيء يستخدم بالألعاب؟ إيه. يعني يستخدم بالألعاب؟ إيه جاوبك قال لك إيه. اي مشاهد هاي مال بوبجي اللي يلعبون بيها بوبجي. هذه الاختراع شو اسمها هاي اللي يلعبون بيها بوبجي شنية؟ يلا المهم هي لعبة يعني بالتليفون. يده مال العاب. طيب اوكي نسأل البير. لا ما موجود. تحياتنا إلك يا أم شهد. وردة تحياتنا إلك. أيضا نشوف التعليقات. كافي جروح تعذب ست مروة أقدر أتصل على الواتساب؟ لا. أمير تا عمري الجواب كذا. نور الشموس شلونك أنا بخير. أنور الدليمي تحياتنا إلك. قلت لكم انسولي الحبل وانسولي الدلو وانسولي المي، انسولي إياها خلوها على صفحة فكروا بشي تاني. وائل القيسي برنامج رائع سلامي ست إسراء شكرا جزيلا يا وائل. علي العراقي شلون ما تقولي لي يعني ما أعرف أنا ما ساعدت أحد يا علي. كارم محمود ممكن نعرف السؤال ست مروة أكو شيء بداخل البير يقول لك يا كارم مشلب بيهم وماهدهم وما أقدر على فرقتهم أخسر عمري وحياتي بس تبعدوني عنهم. ركزوا بس تبعدوني عنهم. إيش مروة سكتي. إسراء قالت لي الإجابة وقالت لي أمانة لا تسأليها. نادر تحياتنا يا نادر. ممكن شنو تحية لنادر عبيد. تحياتنا يا نادر عبيد. أيضا سمروة منورة طالعة وردة جوري مع الكاتبة والمحبة للبرنامج هيا خالد. تحياتنا هيا خالد. أيضا تحياتي الأمي هيا خالد. وأحمد سنجار تحياتي من الموصل. تحياتنا لحضرتك والكل أهلنا بالموصل. علي عماد المحمدي منورة والله شكرا. تباشير غيم يشبه ضحكتك يوم داريك والجو صورة من جمالك وعينك
الله. عمار القيسي تحية من أبو جمال الأيمن وأبو أيمن، محمد العراقي أم محمد السلم عليش تقول طالعة أميرة، مرسي شكرا جزيلا. أيضا عبد الرحمن محمود تحية للدليم، تحياتنا لحضرتك. منو؟ حسين من كركوك، أهلا يا حسين. شكرا شكرا. مساء الورد يا حسين. زين نقدر نقول الشحاطة؟ الشحاطة. طيب نسأل البير. لا ما موجود. شكرا جزيلا يا حسين، تحياتنا لكل أهلنا بكركوك. علي العراقي ركزوا بس جديات، ركزوا بالكلام. ركزوا بالكلام، اكو شيء بداخل البير يقول لكم مچلب بيهم وماهدهم، يعني احنا ان شاء الله مرات نهديه يعني. مچلب بيهم وماهدهم وما اقدر على فرقتهم، اخسر عمري وحياتي بس تبعدوني عنهم. تمام علي العراقي الجواب كذا. ايضا عبد الرحمن محمود تحيه العبودي شعباني. هيا ست مروه منوره شكرا. سجان العراقي هلا، ابو عمار منوره قناه الفلوجه ويانا. سليمان اهلا يا سليمان. مساء الخير. مساء الورد. شلونك ست مروه؟ اني بخير الحمد لله، تحياتنا لك يا سليمان. حياك ليش تحياك الكادر. شكرا جزيلا. اي سليمان ماشي، يستخدم المدرسه؟ يستخدم شنو؟ المدرسه؟ بالمدرسه. ايه اقول هذا اللزقه اللي حزموا بيها الكتب المدرسيه، اللزقات. نعم اللزقات اللي تنحط قصدك، مثلا نخليها على الدفاتر او نخليها على الكتب، مو؟ نعم نعم. نعم طيب نسال البير. لا ما موجود. تحياتنا يا سليمان، شكرا جزيلا لاتصالك. ايضا نشوف التعليقات. محمد فريد حقي الدليم السلام عليكم. وعليكم السلام. خالد ستار ست مروه سؤالش محير كل شيء، كلش قصدي، لا مو سؤالي، سؤال الاسراء. شهد علي ممكن تعيدين الحزوره. شهد اكو شيء بداخل البير هو يقول لكم على لسانه مكلب بيهم وماهدهم وما اقدر على فرقتهم، اخسر عمري وحياتي بس تبعدوني عنهم. اوكي رضا الرحمن تحياتنا. امن الرحمن جواب كذا. محمد فريد حق الدليم السلام عليكم. سجاد العراقي منوره شكرا. تحياتي لاحمد ويقضان وزياد وماهر ومحمد عائله المله. هيا تحياتنا هيا خالد. سجاد العراقي تحياتنا. خالد محمد ايضا نعطي اجابه. خطاب العيساوي هاي البير صاير يحكي صلوات على النبي. تحياتنا يا خطاب. عمر الدليمي ممكن أغنية حاتم العراقي ودع قلبي وداعتك تعبان من جرحة. عمر الدليمي احنا برنامج بير وحزازير مو برنامج طلبات واهدي وتدلل. تحياتنا لك يا عمر. سجاد العراقي تحية لك من الموصل شكرا. ويانا شاكر من الرمادي اهلا يا شاكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. شفتي والله مشاهد البرنامج وسجلت ان شاء الله تشوفه. نفس السؤال لو حل؟ لا بعده نفس السؤال مكلم بينا هذا السؤال. اي والله مكلم بينا. اي شاكر يعني شنو الاجابات انطوها يعني ما توضح شويه. قل لي اجابتك. اي قل لي اجابتك. ما عندي اي اجابه بس اقول لك الله حل جا واحده منك. ما عندك اي اجابه؟ اي والله ما عندي اجابه، قلت بكيت الله نحله يعني حد. ها وعبالك سؤال ثاني. اوكي تحياتنا لك يا شاكر، شكرا جزيلا لاتصالك يا ورده، وتحياتنا لكل اهلنا بالرمادي. ايضا ابو احمد الزملكاوي مثل الورد والياسمين على اجمل مروه في الدنيا. ازيك يا قمر عامله ايه؟ ازيك يا ابو احمد الزملكاوي عامل ايه؟ تحياتنا لحضرتك وتحياتنا للزمالك والاهلي. شكرا يا ابو احمد تحياتنا لحضرتك. رغده لطيف مساء الورد ست مروه منوره عزيزتي الجواب كذا. اوكي نعطي الاجابه.
خالد ستار تحياتنا إليك. محمد العراقي أم محمد قطع العملكة تحياتنا يا أم محمد شكرا. أيضا تباشير تحياتنا تباشير شكرا على الكلمات الجميلة اللي تبعتها. محمد فريد حقي الدليم السلام عليكم. وعليكم السلام. أبو أحمد الزملكاوي إيه شياكة دي يا مرموش تبهرين. شكرا يا أبو أحمد كلك ذوق. هاي شنو خليتني أحكي مصري وأنا أريدها من الله. تحياتنا لك يا أبو أحمد. ست مروة تحية لعائلتي وقلت شكرا يا هيا خالد. رضا الرحمن غايتي الحبل ما تدلوا. مو قلنا انسولي الحبل. الحبل انسولي الحبل. الحبل انسو وانسو الدلو كمان. تمام؟ يعني هذا الحبل انسو والدلو انسو. أكو شيء بداخل الدلو اللي هو بداخل البير لازم تحزروه. تمام؟ انسو الدلو. يعني الدلو هو ظاهر اصلا يعني اكيد هو موجود بداخل البير لكن الشيء اللي بداخل الدلو. زياد من الدياله. اهلا يا زياد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نصيلي صوت التلفزيون يا زياد. السناره ما سمعت. نصيلي صوت التلفزيون للاخير زياد حتى اسمعك بشكل واضح. سناره ما سمعت. سناره مات السمك. اوكي نسال البير. لا ما موجود. هم انا وجهه نظر يعني هي ترى الكلام اللي دن ذكره يتحمل اكثر من اجابه بس احنا نريد الشيء اللي بداخل البير فعليا. تحياتنا لك طلال. تحياتنا لك يا طلال. أيضا نادر ممكن تحية لتيم. أيمن القيسي ممكن تحية أبو أيمن القيسي. علي عماد المحمدي. ست مروة الأهل يسلمون عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خالد محمد مساء الورد والياسمين. ويانا اتصال قاسم من بغداد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا قاسم. أنا من الصويرة. يا أهلا وسهلا بيك من الصويرة. بدون زحمة الشيء متعلق بالجنسية؟ نعم. الشيء متعلق بالجنسية؟ البير. شيء متعلق بالجنسية؟ لا يقول لك لا. البير يقول لك لا. يعني تنقول الجنطة؟ الجنطة الحقيبة. طيب الحقيبة. نسأل البير قاسم نصويره يقول الحقيقة. لا ما موجود. تحياتنا لك يا قاسم شكرا جزيلا لاتصالك. ايضا شوف التعليقات. محمد السلام عليكم مروه. وعليكم السلام. اسامه عبد منورس مروه الجواب كذا. ابو احمد الزملكاوي الجواب هو كذا. ايضا ناطي اجابه. علي العراقي تحياتنا لك ناطي اجابه. ايضا وائل تحياتنا يا وائل. أبو مروة العامري استتمنى تقرين الشعر بالفصحى لأن إحساسك بي جنن. والله أنا هم أتمنى واشتاقيت أقرأ شعر بالفصحى بس البرنامج بعيد كل البعد عن القصائد. هو بيروح حزازير يعني ممكن أنه هذا الكلام إذا يسمى شعر فهو بالشعبي. أيضا هيا عفوا هاني ممكن تحية للشنو ما اعرف شنو بوبجي. عاليه بزود ابويا انا اقول الجواب كذا. كافي جروح تعذب الست مروه ممكن يكون كذا. ايضا نعطي اجابه. ممكن تحيه لتيم نادر. هيا تقول ست مروه قولي لنا وين يستخدم وشنو اروح ليش فدوه. ما اعرف يعني ما يصير اقول لكم كل هذه الاسئله. عدنان عبد الرحمن تحيه لقناه الفلوجه. وايضا ابو معتز يقول تحياتي لست مروه. شكرا جزيلا ابو معتز. مشاهدينا الاحبة فاصل قصير ونعود بير وحزازير.
عودة معكم أحبتي وبرنامج بير وحزازير. تحياتنا لكل مشاهدينا الأحباء. إلى حد الآن ما حليتوا الحزورة اللي باقي ويانا من الأسبوع الماضي. أكو شيء بداخل البير، هذا الشيء اللي بداخل البير هو اللي يقول لكم هذا الكلام. مشلب بيهم وماهدهم، مشلب بيهم وماهدهم، وما أقدر على أسرى تبوع لي بالشاشة، وما أقدر على فرقتهم، أخسر عمري وحياتي بس تبعدوني عنهم. تمام؟ مشلب بيهم وماهدهم، وما أقدر على فرقتهم، أخسر عمري وحياتي بس تبعدوني عنهم. تمام؟ تحيات لكل مشاهدينا. أخي يا رب أريد أساعدهم. أبو؟ هالمرة أبو مو أم، أبو أنس. أهلا يا أبو أنس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أقول الجنطة، الساعة العفو. قبل شوية قالوا الساعة والإجابة خطأ، والجنطة هم خطأ. القلم نقول. القلم. طيب. نسأل البير. لا ما موجود. ركزوا، يعني القلم مشلب مثلا بشنو؟ يعني القلم يعني فكروا بالكلام، مشلب بيهم وماهدهم، وما اقدر على فرقتهم، اخسر عمري وحياتي بس تبعدوني عنهم، بس تبعدوني عنهم. حسين البصراوي، نسيت البرنامج والله، عودك من الصبح منتظرك وحاطه سمايلات حزينه. ولا يهمك يا حسين، تحياتنا لك يا ورده. اميرته، مساء الخير عليك وعلى قناه الفلوجه، عمري الجواب كذا. اوكي. ابو ايوب الجبوري، السلام عليكم، شلون ست مروه؟ منور ست مروه، نشكركم على البرنامج حلو، تحياتي لك. شكرا. عمار القيسي، ممكن اعرف بيش ساعه ينعاد البرنامج بالنهار؟ تحياتي. ايش وقت ينعاد البرنامج؟ اعتقد الساعه 3 يوم الاحد. بس ليش يعني تريد تشوف الاعاده؟ بالثنتين الفجر ينعاد الأحد، أو بعد بحري بعد ها هي يقول بس الثنتين الفجر ينعاد ها، وتسعة الصبح. تمام. حمد القيسي، الشفاء العاجل جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. عمور السلامي، كل عام وأنتي بخير. كارم محمود، كل عام وأنا بخير على شنو؟ كارم محمود، استمر والجواب الصح يقصد نبعد الأطفال عن البير في المدرسة. ما افتهمت كارم محمود، ما افتهمت. رائد البازيك جواب كذا. عبد الهادي العراقي، بنور الست. حمودي كشخة، الشفاء العاجل إن شاء الله على جميع المرضى. نور الشموس يا معودة، ساعدينا. إذا ساعدكم صار لي ساعة ساعدكم، يعني ما أنت شو أسوي لكم يعني. هاني، أنا مو قلت شغل أغنية هلا يا رباي، ليش نكرتني بالفاصل؟ كسرت خاطري. ولا ينكسر خاطرك، بس إحنا ما عندنا طلبات، نعتذر من عندك، والبرنامج ما بي أغاني. عبد الله، أهلا يا عبد الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا عبد الله. أي عبد الله؟ هذا الشيء هو من كوم جزء واحد، شيء واحد يعني؟ شيء واحد؟ طيب. هل هذا الشيء هو دائري أو كروي يعني؟ شكله كروي؟ لا. لا، شكله مو دائري، عدة أشكال مختلفة. مرات يجي دائري، مرات يجي الشكل مختلف. صفارة؟ شلون؟ صفارة؟ نسأل البير. لا ما موجود. تحياتنا لك يا عبد الله، وتحياتنا لكل أهلنا ببغداد. أيضا نشوف التعليقات. أحمد سنجار، سؤال مدري شنو. نور الشموس، يا معودة ساعدينا. نور كاظم، شلونك ست مروة؟ الحمد لله. شموسة تحياتنا. حمودي كشخة، ناطي الإجابة. الجنطة، قبل شوية ذكروا الجنطة. سامر من بغداد، أهلا يا سامر. مرحبا أخت مروة. مرحب، كل الهلا. شلونك؟ أهلا بيك. هذا شيء يستخدم بالقرطاسية والمكتبات؟ بالقرطاسية يستخدم؟ لا. زين. ممكن سؤال ثاني؟ اي طبعا. الو. اي اذا اسمعك سامر، سؤالك الثاني. نعم.
وسؤال ثاني، ممكن يستخدم يعني بالترطيب الجو؟ ترطيب الجو؟ لا لا. اي سامر اعطيني اجابه. ايه اذا راح انطيك الكي كارد مع الراتب. الكي كارد مع الراتب. الكي كارد. لا ما موجود. تحياتنا لك يا سامر، تحياتنا لكل اهلنا ببغداد. نرجع للتعليقات. وردة البيضاء مساء الخير، تحياتي لكم يا أحلى كادر، والسلام الحيدر ملك الحزازير. أبو عمار، أبو عمار تحياتنا إليك. هذا الشيء يستخدم الرجال والنساء، ذكرنا قبل قليل أنه يستخدم الرجال والنساء والأطفال. رنا من الموصل. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام يا رناوي، شلونكم؟ الحمد لله بخير. أي رنا سوفي. أنا أقول الإجابة القلم. القلم قبل شوية ذكروها وطلعت إجابة خطأ. اعطيني اجابه له. الدفتر. دفتر. هاي يستخدمونه لان الكبار والصغار يستخدمونه. طيب يستخدمونه. فدوه للهجه. طيب لا ما موجود. تحياتنا يا رنا، تحياتنا لكل اهلنا بالموصل. عمر العراقي السلام عليكم، نورس مره، شكرا. ايضا عمر العراقي السلام عليكم، ممكن تحيه. تباشير روحوا للفدوى. تحياتنا لك. نايف المرعي، هاي الحزوره لسه مكلبه بينا، غيروها يا ست اسراء، راح تتغير اليوم. هي تبقى مره ومره الثانيه بنهايه البرنامج تتغير. محمد تشا صباح، وين تحياتنا؟ صباح صباح الجاف يطلع وياكم كل يوميه كل يوميه كل يوميه بالبرنامج، خلوه يرتاح شويه حرام. تحياتنا لك يا محمد. ضرغام الحمداني السلام عليكم. كارم محمود، يمكن الحبل الكامش بالدلو. انا مو قلت لكم انسوا لي الحبل والدلو؟ انسوا انسوا، لا تشوفونا كانه ما موجود. ما موجود، لا ما موجود. انسوا الحبل وانسوا الدلو. يعني الدلو يعني اذا احنا نريد مثلا نقول اكو شيء بداخل البير، حزوره يلا حزروا، نخلي شيء يبين الحبل ونخلي شيء يبين الدلو؟ لا طبعا لا، يعني شيء بداخل الدلو، تمام؟ شيء بداخل الدلو، انسوا لي الحبل، انسوا الدلو، انسوا الحبل، انسوا الدلو. وكرر. تحياتي للجميع. نكرر، مكلب بيهم وماهدهم وما اقدر على فرقتهم، اخسر عمري وحياتي بس تبعدوني عنهم. حسين، اهلا يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعتقد اوراق الكتاب. اوراق الكتاب. طيب نسال البير. لا ما موجود. تحياتنا يا حسين، تحياتنا لكل اهلنا بالموصل. عمر العراقي ربي يحفظك، شكرا جزيلا. عبد الرحمن عايد الربيعاوي، شاكر من الانبار، والله حيرتونا بالسؤال. عاني غسان نو شنو نورتي يمكن قصده، ما اعرف. علي العراقي تحياتنا. محمد عبد الله السليمان السلام عليكم. نور الشموس سعدينا. اميره علي منوره الشاشه استمروه، منوره اطلاله تخبل، شكرا جزيلا وناطيه اجابه. ايضا مهند العراقي مساء الورد، تحياتنا لك يا مهند يا ورده، شكرا جزيلا. ايضا غيث محمد ست مروه، الجواب المقطعه قبل شويه ذكروها والاجابه خطا. قائد حسن الشمري مساء الورد والياسمين. ابو احمد الزملكاوي، مروه انت مقدمه برنامج شنو ولا ملكه جمال؟ ايه ده. كلك ذوق. تحياتنا لك يا ابو احمد. مهند العراقي، هاي مال العيديه يمكن ما عايدك. تحياتنا، ما عايدك. اها قصد على كل عام وانتم بخير. اياد من دياله، اهلا يا اياد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونكم عيني؟ اهلا بك يا اياد، ايش قد حلو، ناصي صوت التلفزيون، دا اسمع بشكل واضح. يمكن الجواب المكنسه اللي تفتح البلاستيك. شنو هي؟ المكنسه. 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 لا
ما موجود. تحياتنا يا اياد، شكرا جزيلا لاتصالك، تحياتنا لكل اهلنا بدياله. ايضا سمير الفهد صالح مساء الخير منوره، ابو ميسم العيساوي منوره الغاليه شكرا، عبد الهادي العراقي مساء الورد، محمد عبد الله تحياتنا، عمور السلامي تحياتنا لك. ايضا ليش ما حد يرد على تعليقي؟ من يرد؟ انا دا اقرا لك التعليق، تريد ارد؟ نسام الايمان الجواب كذا، عبد الله السمرائي تحياتنا، محمد العراقي تحياتنا، ايضا ابو عمار تحياتنا لك، ذكرنا انه هذا الشيء يستخدم الرجال والنساء والاطفال. هاني اخوي محمد العراقي علق وما تردين عليه، يعني شرد عليه. حمودي كشخه منوره شكرا، محمد عبد الله السليمان اللي بسروعة ميرسي، علاء ابو نور مساء الورد ست مروه منوره شكرا جزيلا، ايضا اكرام يمكن كذا تحياتنا، احنا قلنا الجنطه لا، الجنطه لا يا اكرام. ويانا سعدون من دياله، اهلا يا سعدون. السلام عليكم. مساء الخير. شلونكم؟ اهلا وسهلا. انا ابو سمك، سمك هذا. شنو؟ سمك. سمك؟ سمك بالمي. سمك بالمي. ايه. سمك. وانا اقول لك زفرة. والنبي سمج؟ اوكي تمام، نسأل البير. نسأل البير. طيب سمج، بس ما اعرف شلون يعني. زين ليش فكرت انه سمج سعدون؟ لا ما موجود. لا جديات سعدون، شلون فكرت انه سمج؟ هو اكيد السمج بالمي، بس البير، هذا البير تحياتنا لكل مشاهدينا، هذا البير شيء رمزي يعني، اوكي يعني مو فعلا بمي. تمام، تحياتي للجميع. وذكرنا بالاسبوع الماضي انه هذا شيء جماد، جماد يعني مو شيء حي نهائيا. احمد الحميداوي اناق ورشاق منوره تحياتي شكرا جزيلا. واحد يفهمني شنو الحزوره بالمكافحه؟ الحزوره اكو شيء بداخل البير، تمام، هذا الشيء اللي بداخل البير هو اللي دا يقول لك، ركزوا بالكلام مشاهدينا، مشلب بيهم وماهدهم، هذا شيء جماد، مشلب بيهم وماهدهم وما اقدر على فرقتهم، اخسر عمري وحياتي بس تبعدوني عنهم. ام محمد، اهلا يا ام محمد. اول شيء ابو محمد، ابو محمد اهلا بك يا ابو محمد. اهلا وسهلا. هذا الشيء بخشب يا بير؟ شيء بخشب؟ لا يقول لك لا يا ابو محمد. نقول يده مال التنس، هاي مال لعب مال التنس، يدات يدات يده، هاي اليده مال اللعبه مال التنس. طيب مو هو قال لك البير ما بيها خشب، تجي تقول له اليدات؟ ما اعرف. احنا نقول يده مال، خلص خلينا نسال البير. لا ما موجود. تحياتنا لك يا ابو محمد، تحياتي للجميع، ركزوا على الاجوبه اللي دي ساعدكم عليها البير، يعني اجابته بين لا واي. تحياتي لكم. حمد دليمي منوره ست مروه، علوش اسمر تحياتي لكم والكادر، احلى كادر شكرا. حمودي السلام عليكم منوره شكرا. ايضا مساء الخير مساء الورد اهلا وسهلا. حمودي غير الحزورة راح تتغير أكيد الأسبوع المقبل. أبو أيوب الجبوري برنامج جميل تحياتنا يا أبو أيوب. إيلاف من بغداد أهلا يا إيلاف. مساء الورد إيلاف، مو مرة فزتي ويانا برمضان؟ لا لا مو أنا. ها مو أنت، أوكي إيلاف. أي إيلاف بي حديد؟ بي شنو؟ حديد؟ لا لا بي زجاج؟ بي زجاج؟ لا لا أقول نفاضة. نفاضة لا ما موجود. أنا قلبي قام يوجعني جديات، يعني أنتوا دا تسألون البير دا يقول لكم لا ما موجود لا خشب ولا زجاج، تقولوا لي نفاضه؟
ده ايه اصله ده؟ ليه تعملوا فيها كده؟ منو؟ اتصال؟ انقطع الاتصال، بس اللي ينقطع الاتصال ايضا يدخل ويانا للقرعه شباب. كارم محمود تحياتنا يا كارم. علوش اسمر منوره سمروه. علي العراقي سمروه، ليش ما تشوفين تعليقاتي؟ يعني يمكن 50 تعليق قريت لك يا علي. اكرام تحياتنا. اسيل كاظم الجواب كذا. وائل قيسي مساء الخير، نورتي دكتوره. واني مو دكتوره يا وائل، مساء الورد. حمودي منوره سمروه. نور كاظم الجواب كذا. اسماء حميد سناره السمك قبل قليل ذكروها وطلعت اجابه خطا. شهد علي ناطي اجابه ايضا. تحياتنا عاليه بزود ابويا منوره البرنامج، شكرا. حمد العزاوي ناطي اجابه. هيا هي او هلا ست مرواني هلا الجواب كذا. احمد الحميداوي مروه ما اروعك تحياتي لك، شكرا يا احمد كلك ذوق. ايضا ابو احمد الزملكاوي يقول لي بلهجته المصريه الجميله، شفتي يا مروش انا سايب مباراه الزمالك الان وبتابعك، بس جيبي حزوره سهله. لا ده كرم كبير بقى، كرم كبير. انت زملكاوي سايب لعبه الزملكاوي وبتوصل برنامجي. الله الله الله، ادوله جايزه، ادوله جايزه. تحياتنا يا ابو احمد الزملكاوي، تحياتنا لكل اهلنا الطيبين بمصر الحبيبه. ابو عمار، ابو عمار الجواب كذا. حمودي كشخه الجواب كذا. سماء الصافيه تحياتنا. مهند العراقي تحياتنا يا مهند. الاسئله تنذكر عبر الاتصال مو عبر التعليقات. احمد عبد الستار الجواب كذا. حسين كعبي السلام عليكم. احمد الوديع البازي استمر واتصلت بكم 25 مره ويطلع لي مشغول. معلش مره ومره ومره ومره، وان شاء الله يا ربي تحصل، بس لانه هو زخم كبير على الاتصالات. حسين الكعبي تحياتنا يا حسين. حمودي كشخه ايضا نعطي اجابه. ابو عمار نعطي اجابه. ابو حاتم الانباري السلام عليكم الجواب الاسم. لا مو احنا قلنا اتركوا لي هذه الاشياء غير الملموسه بالواقع، يعني الشمس، القمر، الاسم، لا انسوا لي، هي حزوره، اكو شيء ملموس بداخل هذا البير. اوكي؟ وجماد، دا اقول لكم جماد، تمام؟ نور اشرف شلون استمروه الجواب اعتقد كذا. عبد الوهاب محمد منوره استمروه الذهب تحيه من خانقين، احلى تحيه لكل اهلنا بخانقين. ام امل الدلو اللي بالبير، يا دي الدلو اللي بالبير، سيبوا الدلو حاله. عوفوا الدلو، الدلو عوفوا نهائيا، الدلو والحبل عوفوه. اوكي، اكو شيء بداخل البير بداخل الدلو. زين صور لي هذا الحبل، انسوه، اكو شيء بداخل الدلو، بداخل الدلو، تمام تمام، انسوا لي الدلو انسوا لي البير. طيب نرجع. تحياتنا محمد. شباع الضحك ست على المشترك ابو السمك. لا هي تجي لنا اجوبه كلش حلوه وخفيفه الدم، يعني صدق ترسم البسمه على وجوهنا. تحياتنا لهم. علوش اسمر تحياتي لكم كادر منوره ست مروه، شكرا. ابو عمار الجواب ناطي اجابه. وابو يونس من دياله، اهلا يا ابو يونس. الله يسلمك يبارك فيك. اهلا بيك. الله يسلمك. الظل، الجواب الظل. ابو يونس قبل قليل قبل لا تتصل، نعم. حضرتك تحياتي لحضرتك ولكل اهلنا بدياله. قلت احنا ننسى الاشياء غير الملموسه، ننسى الاسم، ننسى الشمس، ننسى القمر، شيء موجود وملموس وجماد، تمام؟ موجود ملموس جماد بالضبط. يعني لون اظافر لون شعر. انطيني اجابه. الاظافر. طيب الاظافر. لا ما موجود. تحياتنا يا ابو يونس، شكرا جزيلا لاتصالك. ايضا محمد العراقي، والله ردت اوقع، ردت اوقع. شيماء اهلا يا شيماء. عبد الله ما تضحكش. السلام عليكم. اهلا يا شيماء.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نصي لي صوت التلفزيون للأخير شيماء. ممكن تكون السبحة. السبحة. طيب شيماء تقول السبحة يا بير. لا ما موجود. تحياتنا إلك يا شيماء وتحياتنا لكل أهلنا بالسليمانية. محمود الرسام التميمي استمر والجواب كذا. محمد 2 أو 3 ماليش دعوة أنت قلت لي 3. محمود الرسام التميمي استمر والجواب كذا. محمد العزاوي جواب كذا أيضا نعطي إجابة. على أبو نوري يقول استمر و أيضا نعطي إجابة. أبو عمار نعطي إجابة. علي العراقي منور الدنيا كلها استمر وشكرا جزيلا. أحمد خميس تحياتنا. حمودي ذكرنا المفتاح قبل شوية ذكره والمفتاح وطلعت إجابة خطأ والسويتش خطأ. أحمد خميس جواب كذا. عبد الهادي العراقي مو بيرضين. أبو عبد الله الدليمي تحياتنا إليك. محمود الرسام استمر والجواب كذا. حسن الملكي لا بس خل أقول هاي. يقول محمود الرسام التميمي يقول استمر والفلوس. الفلوس متشلبة بينا وتهدنا. أنت متأكد؟ شباب الفلوس متشلبة بينا وتهدنا. كلهم يعملوا كده. كلهم دا يسوون هيك. تحياتنا. لا خل نسأل البير. الفلوس متشلبة بينا يا بير ومتهدنا. لا قلت حاجة أنا. سفير جمال ستمر ومنورة شكرا جزيلا. أحمد خميس الجواب كذا. وائل قيس ستمر وإعلامية متواضعة ربي حفظك شكرا جزيلا تحياتي لحضرتك. حسن الملكي منورة ستمر. وراح نسوي هسه القرعة. لازم نجري القرعة. ماكو أي إجابة وصلتنا قبل القرعة نجاوب. طيب ناخذ الفائز نعرف الفائز منه. كل شخص اتصل بينا حتى اللي انقطع الاتصال تمام حتى اللي انقطع الاتصال دخل ويانا للقرعه ويفوز ويانا بجائزه ماليه مقدمه من قناه الفلوجه الفضائيه. ابو بارق من صلاح الدين. ابو بارق الف الف مبارك يا ابو بارق تحياتنا لحضرتك. الف الف مبارك فزت ويانا بجائزه ماليه مقدمه من قناه الفلوجه الفضائيه. احب انوه مره اخرى لكل مشاهدينا الاحباء اللي دا يبعثونا بتعليقات اني فزت وما استلمت جائزتي اني فزت وما استلمت جائزتي. جائزتك بالحفظ والصون يا سيدي. بس نريد نجمع الفائزين تمام يصيرون اربعه ما الشهر كامل ونبعث الجوائز. تحياتي لكم. ألف ألف مبارك أبو بارق. بسرعة نسيت. ألف مبارك أبو بارق. نشوف اللغز الحل اللي مشلب بينا وما يهدنا. أوكي طيب هي هيك إسراء تسوي التاك ده بأشكال مختلفة اللي يكون موجود بالملابس مشلب بيهم مشلب بيهم بالملابس وما يهدهم وما يقدر على فرقتهم يخسر عمره وحياته بس يبعدوه عنهم تمام وبأشكال مختلفة بعد أكو شكل تمام ومو بس الملابس على فكرة يكون موجود بالكتب يكون موجود بالألعاب مثل ما قلنا يكون موجود بأي سلعة للبيع. تحياتي للجميع شكرا جزيلا لاتصالكم شكرا لكل من بعث لنا بتعليقات. ألتقيكم الأسبوع المقبل إن شاء الله بحزورة جديدة وبير وحزازير. باي باي.